النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة السادة المشاهدين اللي تابعونا اليوم في صباحكم تونسي. اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، نهار جديد نرافقكم فيه مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بها في حصتنا من دبارة اليوم: الشأن العام، حديث الناس، الاقتصاد، الديكور، لمسات، وبرشا برشا برشا فقرات. أنتم تقعدوا معنا وتتبعونا حتى للواحدة ظهرا، يوميا معكم في المباشر من 10 صباحا حتى للواحدة ظهرا. وقيت في البداية باش نعرفوا أحوال الطقس، لكن خليني نقول صباح النور لضيوفنا الحاضرين معنا في البلاتو. نبداو نزار مقني، صباح الخير. صباح الخير فاطمة، صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير لكل العاملين في التلفزة الوطنية. شكرا لك نزار، نرجع لكم بعد نتحدثوا شأن عام. خلينا نقول صباح الخير للشيف فؤاد الفريني. صباح النور فاطمة، اليوم وجبة بنزرتية، عندنا قد خميرة، عندنا مقرونة الدار، وعندنا رفيسة بنجارة الرشتة. نقولوا زادة صباح الخير للشيف محمد أكرم الشريف اللي يرافقك اليوم. مرحبا بكم ومرحبا بكافة المشاهدين. نرجعوا لك شيف من بعد باش نعرفوا دبارتنا لليوم مع المكونات نتاعها، لكن خلينا نمشيوا لنقطة خارجية موجودة فيها زميلتنا منى ذويب مع محرز الغنوشي باش نعرفوا أحوال الطقس. خير لكافة مشاهدينا وين ما كنتوا في صباحكم تونسي. اليوم باش ناخذوا حالة الطقس مع زميلنا محرز الغنوشي لليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، والحقيقة باش نرجعوا خاصة على الضباب الكثيف اللي صار البارح خاصة في صفاقس. صباح النور محرز. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك منى، مرحبا بكل الناس اللي تشاهد فينا، الناس اللي توصلهم صورتنا، مشاهدي ومتابعي قناة الوطنية الأولى. إذا حالة الطقس باش نرجعوا قبل على الضباب الكثيف اللي البارح كان خاصة على ولاية صفاقس وبعض المناطق الأخرى، تعطينا أكثر تفاصيل على الضباب هذايا. صحيح، هو ممكن اللي احنا مستأنسين به بتواتر كبير في بلادنا ما يعرف بالضباب الإشعاعي، واللي عادة ما يتكون الصباح بكري ولا آخر الليل. نعم. البارح كنا معنيين بنوع ثاني من الضباب واللي هو ما يتكونش بكثرة في بلادنا، ما يعرف بضباب التأفق. وعلاش اسمه هكا؟ خاطر هو ناتج على حركة أفقية، الكتل الهوائية مشبعة بالرطوبة، وقت اللي توصل المسطحات نسبيا بارده هو وقتها يبدا التغيير في الحاله الفيزيائيه، معناتها يصير التغيير والتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله. ونتيجه الذباب هذايا هو انخفاض الكبير في درجه في مدى الرؤيه الافقيه الى انعدامها، وظاهره خطيره اكيد التاثيرات نتاعها مباشره خاصه في قطاع النقل. هنا نحكيو على الملاحه والصيد البحري، كيف حتى على الملاحه الجويه. والظاهره هذه تواصلت في الساعات الاولى لنهار اليوم في عدد من الولايات الساحليه الشرقيه على غرار جهه الساحل، المستير، المهدية، صفاقس، كيف في القيروان، في سيدي بوزيد، انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 100 متر. وبالنسبة لمنخفضات الشمال وأيضا الجنوب الشرقي فتقريبا كنا معنيين بنفس الخصوصيات. الناس اللي قاعدة تسمع فينا توا، مستعملي الطريق يردوا بالهم، راهو إن شاء الله الذباب هذا قاعد يتقشع بصفة تدريجية. نعم. خاطر باش نكونوا معنيين بمجموعة من التغييرات، هي البيئة الملائمة لتكون الذباب هي المرتفعات الجوية، وقت اللي تبدا فما قيام تاع ضغط جوي مرتفع، باش نكونوا معنيين بتغييرات بالجملة واللي هو انخفاض قيم الضغط الجوي، الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة. هو نجمو نحكيو اليوم على استقبال اولى الاضطرابات الجويه الشتويه. هنا احنا دخلنا في مازال كي دخلنا في طبيعه في فصل الشتاء. صحيح صحيح، وكنا معنيين باجواء ربيعيه خالصه. صحيح ما كناش ما حسيناش ممكن تقلبات جويه شتويه بيتم معنى الكلمه، ما فماش حاجه كبيره اليوم، مش تقلبات جويه بشده كبيره، انما احنا نثمنوا اهميه الامطار وقيمه الامطار. فما تغيير لازم احنا نتبهوا له. نحكيو على مؤشرات نزول الغيث النافع، الامطار ان شاء الله باش تكون حاضره في الولايات الغربيه لبلادنا، خصوصا منها مناطق الشمال الغربي، ونشاط الخلايا الرعديه باش يرافقها امطار بكميات نسبيا هامه في تبرقه، في نبزه من ولايه باجه، كيف ممكن في سجنان في المنطقه الغربيه لولايه بنزرت، والخلايا الرعديه باش تنقل تدريجيا نحو بعض الولايات الشرقيه. هنا ننبهوا احنا من امكانيه التساقط التبروري في اماكن محدوده، السواعق في اماكن محدوده. احنا تو قاعدين نحسوا في الجانب الحركي وشده الرياح. احنا هنا البر هنا نذكروا كانوا فما نشرات جويه تحذيريه بالنسبه للملاحه وسائل البحري، راهو البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب
الى هائج في سواحلنا الشماليه في خليج حمامات في جهه الساحل. سرعه الرياح تتجاوز مؤقتا حتى 70 كيلومتر في الساعه، وارتفاع الامواج عرض سواحلنا الشماليه قد يتجاوز حتى 5 امتار. ما دام نحكيو على وصول كتل هوائيه بارده، احنا قاعدين نحسوا في انخفاض درجات الحراره، راهو اليوم اجواء مغايره نسبيا للطقس الدافي اللي كنا مانيين به الايام اللي فاتت. الطقس يتبدل، الطقس باش يبدا يتبدل وردوا بينا، معناتها توا باش يبدا يبرد. بالضبط اليوم باش تنخفض درجات الحراره، المستوى 20 في تونس العاصمه، 19 في بنزرت، في نابل، في زغوان، 16 في الكاف، في سليانه، 17 درجه في باجه، وايضا بالنسبه للجندوبه في مناطق الوسط تقريبا في نفس المستوى. ادنى الارقام باش تكون في القاسرين 13 درجه، 16 في سيدي بوزيد، 19 في القيروان، في سوسه، في المنستير بالنسبه للمهديه ممكن نسجلوا 20، في مناطق الجنوب الغربي تقريبا في نفس المستوى، 16 في قفصه، في قبلي 18 درجه، 17 في توزر. على الارقام باش تكون في مناطق الجنوب الشرقي 22 درجه قد نسجلوهم اليوم في مدنين، في تطاوين 20 بالنسبه لصفاقس وقابس، ومرور الاضطراب الجوي هذا باش يكون مرور سريع نسبيا. غدوه ان شاء الله باش ترجع الاجواء تستقر، ارتفاع مرتقب في درجه حراره مقارنه بالطقس البارد نسبيا اليوم، وعوده الفترات المشمسه قد تتخللها بعض السحب العابرة، ونجم نقولوا كانوا باش نكونوا معنيين تقريبا باجواء مستقره باتم معنى الكلمه على المدى المتوسط. نهار الجمعه نهايه الاسبوع طقس بملامح ربيعيه خالصه، اكيد احنا عندنا متابعه لحظه بلحظه فيما يخص تطور الوضع الجوي. باش نختموا معك محرز، نزيدوا ناكدوا على الساده المشاهدين، ذكرنا بالمناطق اللي يهمها الضباب حتى يتخذوا الحذر بالطبيعه خاصه في السياقه، لانه الرؤيه كما قلنا منعدمه. صحيح، هي بدرجه اولى المناطق اللي كانت معنيه بظهور الضباب الكثيف هي مناطق الوسط الشرقي، القيروان، جهه الساحل، سوسه، المنستير، المهديه، كيف كيف بالنسبه لصفاقس. حاليا مع ارتفاع درجات الحراره قاعد يتقشع بصفه تدريجيه، كيف كيف مع انخفاض قيام الضغط الجوي، تقريبا هذه كلها عوامل تساهم في تحسن مدى الرؤيه الافقيه في انتظار مؤشرات الامطار، فربي يرحمنا بالغيث النافع. شكرا لك زميل محرز، بالطبيعه هذه كانت فكره على احوال الطقس بالنسبه لليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019. احنا مواصلين مع فقره برنامجكم صباحكم تونسي. نرجع معكم للبلاتو، كانت هذه الأحوال الجوية لليوم وللأيام القادمة، وعرفنا أنه الطقس قاعد يبرد، وباش نرجع على الضباب المحلي اللي غطى كامل جهة صفاقس، وعلى أثرها اللود اللي خرج البارح من قرقنا رجع، معناتها عرض البحر قضاو تقريبا 11 ساعة في البحر بعد رجعوا لصفاقس. تو نرجعوا عنا مكالمة هاتفية مع والي صفاقس والمدير العام لي الشركة الخاصة بقرقنا. نرجع لك نزار ونتحدث في البداية في مع الحدث على أبرز العناوين الصحفية، خلينا نقرأ الجرائد متاعنا في مع الحدث. أولا نجم نقوله أنه رجعنا لي يعني أنه الأحداث السياسية هي اللي تطغى على المشهد بعد الأحداث المأساوية اللي صارت يعني في الشمال الغربي في طريق يعني العين دراهم، بيجة العين دراهم من عمدون، ويعني نقرأ أنه الصحف الكل اليوم رجعت إلى يعني المسلسل السياسي والأحداث السياسية. أولا الصباح، نقرأ جريدة الصباح اليوم تقول رئيس الحكومة المكلف أكد على تحييد وزارة السيادة، مشاورات صعبة وغموض بشأن مشاركة حزبي التيار والشعب. ما زالت يعني الحكومة تطبخ على النار هادئة، لم تخرج إلى العلن أي من سيشارك في هذه الحكومة، لأنه يبدو أن يعني رئيس الحكومة المكلف وجد صعوبة كبيرة جدا في يعني إقناع بعض من يقولوا أنهم شركاء أحزاب مشاركة وشركاء في الحكم باش يوصلوا يعني يشاركوا في هذه الحكومة، وبذلك مشاورات باش تكون صعبة، ويبدو أنه حتى الائتلاف الحاكم القادم باش يكون ائتلاف يعني مش يعني أغلبي، وباش يكون ائتلاف أغلبي لكن بطريقة أنه يكون يفقد للهش معناتها هش ومش يعني كبير جدا. لكن حسب متابعتنا نزار للكواليس المشاورات على أشدها التركيبة نتاع الحكومة، الملامح نتاعها بدات قاعدة تظهر، اللي ممكن تكون متكونة من حركة النهضة، حركة الشعب، التيار الديمقراطي، وتحيا تونس، وائتلاف الكرامة.
التركيبة هذه كيفاش إذا كان تكون متكونة شنو رأيك فيها بالضبط؟ هو باش تكون حتى لو كانت موجود فيها هذه المكونات باش تكون مكونات باش تكون معرضه لاي ازمه من الازمات باش ينحل هذا الائتلاف هذايا، لانه قد تكون فما تضارب حتى مصالح بين هذه الاحزاب، اي تضارب مصالح اي ازمه سياسيه تحصل تعاود يتيح الائتلاف، نعاود نحاول نشكلوا ائتلاف اخر يعني باش يكون حتى هما الاحزاب مش من نفس العائله، مش من نفس العائله، وحتى لو كان فما تحالف بيناتها باش يكون مش في صيغه تحالف سياسي، بل باش يكون حتى كما الكلمه اللي كنا نعرفوها 2014 حتى 2019 كلمه تعايش سياسي بين الاحزاب، لانه فما تنافر كبير حتى في البرامج السياسيه المقترحه وحتى في الافكار الموجوده واللي تعيش بها هذه الاحزاب، بالتالي حتى مشاركه التيار وحركه الشعب غير مؤكدة حتى بكلام يعني رئيس الحكومة المكلف أمس في حوار ليه لوكالة رويترز الأنباء يعني مساء أمس، يقول راهو ما نجمش نشكل الحكومة باش يكون الائتلاف مش واسع برشا، لأنه الأحزاب اللي مقترحة باش تكون عنده زوز وزارات سيادة يقصد بذلك التيار الديمقراطي وكذلك حركة الشعب مازالوا لم ينضموا إلى هذا يعني الائتلاف، بالتالي ما زلنا من المتوقع انهم انه قال انه في اللحظات الاخيره انهم ينضموا، ها انه نستناو احنا في اللحظات الاخيره، هذا اخر يعني مصادر عن رئيس الحكومه المكلف. لكن ننتقلوا حتى في يعني في نفس هذا الاطار السياسي الى يعني الى ما وقع امس او البارحه في الجلسه العامه لمجلس النواب الشعبي للمصادقه على القانون الماليه التكميلي لسنه 2019. هنا جريده المغرب تقول لنا المجلس النواب الشعب يناقش مشروع قانون الماليه التكميلي لسنة 2019 ويصادق عليه بعد اضطراب كبير. لهنا نبداو نذكروا كالمثل التونسي نتاعنا من المرسى بدينا نقذفوا، لانه هذا القانون المالي التكميلي لتكميله الزيادات اللي وقعت وكذا منها منحه العوده المدرسيه، انا سمعت في تصريح منها منحه العوده، منحه الزيادات في بعض نعم. من الاجور فيها كذلك حتى يعني باش تكون الموازنه معدله حسب ما يقتضيه خلص الاجور نتاع شهر ديسمبر، كذلك بعض القروض الاخرى اللي لازم تكون مسجله في بعنوان سنه 2019، الكل لازم تكون موجوده في القانون هذا. لكن هذا قانون مالية تكميلي، ما الذي سوف يحصل في القانون في يعني في نزار اذا كان ما زادوش قانون المالية التكميلي لسنه 2019 ما نجموش باش يزيدوه في القانون نتاع 2020 من باش يزيدوه ما يجيش، لانه علاش؟ لانه لازم يكون تسكر 2019 كل ما يهم 2019 يتسكر بعنوان سنة 2019، سنة 2020 ما زالت مجرد مقترحات إلى أن يتم البت فيها ونقاشها. لهنا اللي موجود البارح في مجلس نواب الشعب أنه هناك معركة ومعركة كبيرة جدا بين زوز أحزاب متنافرة، بين خاصة حركة النهضة و يعني عبير موسى او ما يسمى بالحزب الحر الدستوري نعم الحر، حزب الحر الدستوري عفوا، وكانت فما هناك معركه وصلت الى ان في المباشر يعني هناك نائبه من حركه النهضه اللي توجهت بكلام توجهت يعني بشتائم الى النواب، والنواب الحر الدستوري توجهوا فيما بعد الى وسط يعني ساحه الجلسه العامه، وكان هناك اضطراب كبير جدا، هذا دفع رئيسة الجلسه الى ان تذهب مباشرة وتمر بقوة نحو يعني أنه يتم التصويت حول بنود أو يعني فصول هذا القانون، قانون المالية سنة 2019. لكن ما الذي سوف يحصل في قانون المالية القادم اللي لازم يتم التصويت عليه ومناقشته وكذلك المصادقة عليه قبل يوم 10 ديسمبر؟ اليوم عندنا 4 ديسمبر، سينطلقون منذ اليوم في المصادقة على الفصول، لكن هذا يطلب له وقت كبير جدا، وهذا باش يعرضنا لكثير من المطبات والمصاعب، خاصة انه دستوريا لازم يكون قبل 10 ديسمبر يكون موجود القانون المالية هذايا، وهذا القانون المالية هذايا فيه كثير من الجدل، خاصة مع الزيادات المتوقعة في المحروقات ويعني نقص الدعم كذلك يعني انخفاض وخفض الدعم المفروض. كذلك العنوان الموالي عنوان الموالي الصحافة اليوم، هناك يعني عنوان رومانسي بعض الشيء لكنه كثير من الدلالات، فوضى الحواس ومرحلة الانتقال الأخيرة، تعيينات بالجملة، إقالات انتقامية، هجمات على كل المناصب. هنا يتوجه بنا إلى التعيينات الأخيرة التي تتم إما في السلطات المحلية حكومة تصريف الأعمال هنا حكومة تصريف الأعمال نعم
يعني تم في إطار حتى المؤسسات يعني أو السلطات المحلية والجهوية وكذلك بعض المؤسسات الأخرى حتى المؤسسات المصادرة، وهذا الكل يعني حسب الصحافة اليوم ترى أنه يتم بصفة انتقامية من قبل يعني السلطات الموجودة خاصة يعني رئيس الحكومة يعني المكلف بتصريف الأعمال. لكن أنت تعرف معناتها كي تحط حكومة جديدة ممكن تراجع تعيينات هذوما الكل. هو يقول لنا حتى مجلس الشورى حركة النهضة في يعني في دورته الأخيرة يعني أصدر بيان وطالب أنه يتم يعني التدقيق في التعيينات الأخيرة التي حصلت على رئاسة. هناك يعني مطالب الجملة من كثير من الأحزاب ب يعني بضرورة أنه يكون فما تدقيق في مثل هذه التعيينات، لأنه البعض يرى أنها تعيينات انتقامية على أساس النتائج التي حصلت في الانتخابات الأخيرة. فهمت. أخيرا نمشي للشروق. الشروق ما زالت تعيش على وقع حادث الأليم الذي حصل في عمدون ولاية باجة. حادث عمدون عرتها مستشفيات من الجهوية فضيحة، وهو كذلك هذا كنا تحدثنا فيه البارح في البلاتو هذا، كيفاش ان البنيه التحتيه سواء كانت الصحيه او حتى يعني الطرقات والبنيه التحتيه الاساسيه الموجوده للطرقات هي سيئه وسيئه جدا وفي حاله يرثى لها. هنا نذكر حتى وزيره الصحه يعني ذكرت انه السكانير الموجود في مستشفى الجهوي بباجة هو سكانير مكسر وفي اخر لحظه باش يجيبوه. كذلك نشوفوا انه كثير من المواد الطبيه والالات الطبيه ما زالت محجوزه لدى الديوانه لانه التشريعات ما فهمش تشريعات يعني محينه انه يتم نجم الدواء هذا يخرج قبل اللحظات هذه، وخاصه حتى الالات الطبيه ايضا. الالات الطبيه نعم كثير من الالات شو اسمه محجوزه في الديوانه، محجوزين لدى الديوانه عندهم 3 سنين يمكن تقعد اكثر يفسدوا لي زومبيلونس هذوما ويعني ما يولي عندهم حتى فائده. بالتالي يعني يجب علينا يعني الوعي على السلطات، يجب عليها الوعي وكذلك ان تقدم مقترحات تشريعيه باش تعدل من هذه هذا مساله متعلقه بالقوانين والتشريعات المكبله الحقيقه لكل الاشياء اللي معناتها تخلي اليوم باش تسهل الحياه اليوميه خاصة للمواطن خاصه فيما يتعلق بالتشريعات اللي موجود على مستوى انها لا تهدف لتحقيق ارباح. يعني يعني ساعات تجي حاجات او مواد هي هادفه الى جمعيات لا تحقق اهداف، وبالتالي معناتها باش تفرض عليها هي في حد ذاتها تفرض عليها ضرائب وديوانه وكذلك يعني تفقدها من قيمتها، وبالتالي يمكن الاستفاده بها وتمشي هكاك هباء منثورا. يعني عنا بعض الأسئلة ممكن باش نرجع على التكليف الحكومي وتشكيل الحكومة، لكن تعرف أنه مسألة تحييد الوزارات نزار وزارات السيادة خاصة اللي هي تمثل إلى حد الآن هي النقطة الخلافية، خاصة تعرف أنه مطالبة حزب التيار الديمقراطي وأيضا حركة الشعب بتحييد الوزارات السيادية خاصة، ويبدو أنه الكلمة الفصل في النقطة هذه ستكون لرئيس الحكومة المكلف السيد لحبيب الجملي. أمس يعني طلع علينا رئيس الحكومة المكلف في فيديو عبر قناتي على اليوتيوب وقال أنه سوف يتم تحييد هذه الوزارات، وهذا يعني قد يكون ضرب من ضروب يعني أنه يعلي في سقف المفاوضات مع حزبي التيار وحركة الشعب، خاصة أنه فما مطالبة وتجديد من هذين يعني الفصلين اللي دخلوا بالمناسبة في كتلة يعني كتلة برلمانية موحدة هي كتلة ديمقراطية، واللي طالبوا بما يقولونه أنه ضمانات، وهذه الضمانات تتمثل في وزارتين سياديتين يطالبوا خاصة بوزارة العدل ووزارة الداخلية، وهذا لا يتعارض خاصة مع ما تطمح له حركة النهضة، وبالتالي فأنه توجه للرئيس الحكومة المكلف بتحييد الوزارات هذه الوزارات السيادية الأربع يعني يكون له خيار صعب وصعب جدا، خاصة وأنه رئيس الحكومة المكلف يتحدث بثقة زائدة عن الحد، وهو معترف حسب يعني
الحوار لوكالة رويترز انه حد الان انه الائتلاف الاغلبي المكون للحكومه والذي سوف يكون حزام سياسي الحكومه هو يعني مش اغلبي بصفه كبيره وكبيره جدا، قد يتجاوز ال 111 و 112 نائب، وهذا الائتلاف مثل هذا الائتلاف لا يمكنه الصمود يعني سريعا، خاصه وانه اذا تكون هناك معارضه شديده وشديده جدا يمكن في اي لحظه من اللحظات انه يتيح مثل هذا الائتلاف، وبالتالي نرجع انه ازمه سياسيه تصير من جديد وازمه تشكيل حكومه اخرى، او يعني انه يعمل حتى السوفي يعني تحصل على الثقه مجلس النواب الشعب انه تصير حتى تحوير وزاري، ومثل هذه التحويرات هي التي تعطل المسار الحكومي وكذلك حتى تعطل احوال البلاد. واضح نزار. احنا ننتقل لنقطة أخرى نتحدث ونرجع على حديثة عمدون. ماذا بينا نعرف إلى أين يمكن أن تذهب التحقيقات القضائية؟ أي طرف يتحمل المسؤولية؟ وماذا بعد هذه الحادثة؟ ماذا يمكن أن يقع؟ أولا لا نسأل احنا على من يتحمل المسؤولية، لهنا نحدد المسؤوليات. مسؤوليات تنقسم إلى أكثر من مسؤولية. أولا هناك مسؤولية سياسية، المسؤولية السياسية تحملها من هم يشرفون على البنية التحتية وتنفيذ البنية التحتية. هنا أكثر يعني زوز وزارات متحملة لمثل هذه المسؤولية، نقاو ثلاث وزارات، هو نقاو وزارة النقل، وزارة التجهيز، وكذلك وزارة الصحة المشرفة على البنية التحتية الصحية. لهنا هذه البنية المسؤولية السياسية. هناك مسؤولية أخرى هي مسؤولية المواطنية في حد ذاته، المواطن ليكون هو متحمل المسؤولية خاصة عند استعماله لوسائل الطرقات وكذلك إلى الطرقات، يكون عنده مسؤوليه انه يتحملها وقت اللي يمشي يكون يسوق ما يجريش ياسر، يكون ينقص من السرعه، خاصه انه يكون محمل بكثير مسؤوليه كبيره نتاع اكثر من 50 شخص يكونوا معاه، لازم يكون عنده مسؤوليه، يكون حتى يعني ما يجريش بسرعه كبيره ياسر باش ما يوصلش في اخر لحظه انه يلقى روحه قدام يعني هفوف كي هذا ويعني يتيح بها ويتسبب في مقتل. اذا زوز مسؤوليات، مسؤوليه مواطنيه، مسؤوليه كذلك سياسية، وانا نحمل المسؤولية السياسية اكثر، لانه لو كانت فما في نفس البلاصة غادي قنطرة ما كانش حتى لو كان يجري ما كانش تصير الاشكالية هذه، كان يتعدى من القنطرة يجم يمشي بطريق الى الطريق يعني الصحيحة ويعني ما يدورش من هناك المنعطف ويتسبب في الاشكالية هذه، مع انه فما اذا كان فما يعني من الاول كان فما مشروع لإقامة قنطرة غادي في البلاصة هذه، خاصة انه فما في نفس البلاصة فما اكسيدون صار 2017. إذا لماذا نخليه رواحنا في مثل هذا المطبات؟ علاش ما صارتش المشروع هذا من 2018 مثلا وكانت نتفاداو مثل هذه الإشكالية؟ غدا 5 ديسمبر هناك أحياء لذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشيد، اليوم ثم مسيرة باش تخرج من بطحاء محمد علي أحياء لذكرى اغتيال فرحات حشيد، وباش نرجع أيضا على حادثة صفاقس عودة اللود وبقائه في عرض البحر تقريبا 11 ولا 12 ساعة، باش نعرفوا أكثر تفاصيل. معنا والي صفاقس السيد أنيس الوسلاتي عبر الهاتف، نقول لك صباح الخير. نهارك طيب، صباح الخير. سيد الوالي، إذا كنا نعرفوا أكثر تفاصيل على الحادث هذا، كيفاش وقع الضباب المخيم على كامل جهة صفاقس وقرقنا، اللود وقتاش خرج، ماذا بينا نعرفوا أكثر معطيات معك. هو كما تعرفوا البارح كانت حالة من الضباب في الجهة الكل. اللود هذا خرج مع مضي ساعتين ونص من ميناء صفاقس باتجاه جزيرة قرقنا، كان من المفروض يوصل بعد ساعة ونص يعني الساعة الرابعة بعد الظهر، في دخوله وقبل دخوله إلى جزيرة قرقنا ميناء سيدي يوسف انعدمت الرؤية على قائد اللود، واستحال بالنسبة ليه مواصلة الملاحة ودخول ميناء سيدي يوسف. خير الانتظار في انتظار يعني تقشع الضباب وتحسن حالة الطقس وحالة الضباب، لكن للأسف الضباب ما تحسنش بل بالعكس ربما زادت وضعية الضباب، زادت عقدت أكثر وأكثر ولا أكثر ضباب على مستوى البحر. على أثر إشعارنا بذلك تم عقد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم اللجنة، وانعقدت اللجنة بإقليم الحرس البحري بحضور جميع الأطراف، ودخلنا في مناقشات مباشره مع قائد وربان اللود.
كان الاتجاه هو معناها مع 8 8 وربع، كان اتجاهنا هو ارجاع اللود الى ميناء صفاقس، لكن الربان لقى يعني اعتراض من بعض الركاب، وهذا نتفاهموه، يعني اللي حبوا يوصلوا لديارهم حبوا يوصلوا الى جزيره قرقنه، لكن تعذر عليه من انعدام الرؤيه، لانه كان الهدف نتاعنا الناس الكل وهدف نتاع الربان هو المحافظه على سلامه الركاب قبل كل شيء. على اثر ذلك يعني باعتبار وضعيه الضباب واستحاله الملاحه في الجهه كامله، تمكنت وحدات تابعه للحرس البحري وللجيش الوطني من الوصول الى اللود، وقاموا بمحاوله اولى للقيام بعمليه بيلوتاج تكون جيدي من طرف وحدات الجيش والحرس لادخال اللود الى ميناء سيدي يوسف بقرخنه، لكن هذه المحاوله بعد نصف ساعه فشلت وما تمكنش باش ينجم يدخل للميناء. قداش قعد اللود في البحر؟ اللود خرج من ميناء صفاقس ماضي ساعتين ونص ورجع لميناء صفاقس ماضي ساعه. أنت. تقريبا 11 ساعه، لكن هل كان مبرر انه اللود يقعد في البحر الوقت هذايا الكل؟ والله هي في مثل هذه الحالات الساعة سلامة الناس قبل كل شيء، وكان الربان السفينة اللي هو صاحب القرار في السفينة اتجاهه كونه ينتظر فماش ما تقشع الوضع الجوي تحسن السحب، لما استحال ذلك يعني تم التدخل من طرف الجيش ومن طرف الحرس للرجوع إلى صفاقس، وكان الهدف متاع الناس الكل هو المحافظة على سلامة الركاب. المهم الركاب الكل سالمين الحمد لله. الحمد لله ما ثمش اضرار. باهي ثمش تنسيق كان مسبق مع مصالح الرصد الجوي على الاقل، خاطر تعرف اللود باش يخرج من المفروض ثم تنسيق مسبق. ولا هنا ثم الشركه عندها طريقه تعامل اكيد حرفيه ما بين الشركه، شركه النقل الجديده بقرقنه وشركه اول المرصد الوطني اول الرصد الجوي. يتم التنسيق ما بيناتهم، وخليني نقول لك من الافضل كان الرصد الجوي يعطينا اكثر تفاصيل حول حكايه الضباب هذه، لكن المعطيات اللي وصلتنا من طرف الاخوه يعني العاملين في الشركه كون الضباب راهو ما يمكنش التوقع فيه كما وضعيه السحب. شكرا لك سيد أنيس الوسلاتي والي صفاقس، كنت معنا في المباشر في صباحكم التونسي. نرجع للبلاتو، إذا كان ثم مكالمة هاتفية أخرى مع رئيس المدير العام للشركة الجديدة للنقل بقرقنة، وإلا إن واصلوا سيد عبد المجيد خشارم على الأقل نجم نعرف أكثر تفاصيل على اللود والحالات، إذا كان معناتها خطر سمعنا معناتها راكبين على متن الحال على متن هذا اللود واللي كانوا في حالة خوف كبير، وكان ثم أطفال وأمهات وعائلات معناتها موجودين في المباشر. نعطيكم أكثر تفاصيل على كل. شكرا لك نزار مقني، رفقنا في مع الحدث. نمشي والمنى موجودة في دبارة اليوم مع الشيف فؤاد الفريني والشيف محمد أكرم الشريف. شكرا لك فاطمه. كما قلنا احنا اليوم تنزل علينا ولايه بنزرت كضيفه بطبيعه، وسعداء جدا انه يكون معنا سي اكرم الشريف، الشيف اكرم الشريف اللي هو موجود معنا اليوم باش نطيبوا باكله بنزرتيه كما نقولوا. صباح النور. ميرسي ومرحبا بكم ومرحبا بكافه المشاهدين، واليوم يشرفنا ان شاء الله كمدينه بنزرت وكولايه بنزرت باش نقدموا لكم مع الشيف فؤاد الفريني روسيت اونتري وسويت ديسير كلهم من سبيساليتي بتاع بنزرت. نعم شيف اهلا وسهلا. منى اهلا وسهلا. اذا انتم سبقتوني شويه، بدينا بالطبيعه في الاكلات. انا الحقيقه ملي دخلت نسال على الطبيخ، على الطبيخ، خاطر انا نعرفه من الاكلات الحقيقه اكتشفتهم في بنزرت، ولكن ان شاء الله مره اخرى نحكيوا عليها خاطر لانه مخزون كبيره. شوف منى، تعرف لي كل نهار الاربعاء احنا عندنا الصغيرات. أي. الصغيرات شنو اللي يحبوا؟ في العاده يحبوا المقرونه، يحبوها برشا. وبنزرت راهي انا اكتشفتها معناها عندي تو عده سنوات، تقريبا 4 أو 5 سنوات، اكتشفت اللي هي عندها عده انواع نتاع مقرونه اللي تحضر معناها بطريقه تقليديه في الدار، في الدار وعند العائلات. أي. وعند العائلات. وانه اللي زدت اكتشفت وقت اللي تعاملنا عملناه السي اكرم
ذكر في معناها في لو بور دو بيزيرت انه التقاليد هذه قاعده تضيع. وانا هذا علاش انا نركز برشا على في البرنامج هذا على تقاليدنا وعاداتنا معناها القديمه الزمنيه. فهذا علاش اليوم عملنا دونك لونتري هي قد خميرة. قد خميرة اللي هي بالحلال ماذية جيدة برشا. هي ماشي حلال هي اسمها قد خميرة. قد خميرة هي التسمية البنزرتية. التسمية البنزرتية وطيب فسرها سي أكرم. داكوغ القد خميرة هذية ألوغ أكرم أي أحكي لنا سيدي على القد خميرة هذية. قد خميرة اللي هي كما تقول حلال مجيدة لكن عندها خاصية. اللي هي سمي دو مي دونك العجينة وكي تتفتل ما تشيحش في الهواء. تشيحش في الهواء. أيوة. دونك نعملوا كانون. اي. يحطوا الكانون وكي يطفى الكانون يحطوا فوق منه لوحه صغيره ويفتلوا عليها الحلالم هذه صغيره. هذا سي كما نقولوا تقنيه وسافوار فير اللي ما عادش موجوده برشا في بنزرت. وكان نجم نذكر المراه اللي عملت لي كل حاجه. فوالا مدام فوزيه كريشح خاطر الي بينيفول كما نقولوا عملت لي. قلت لي خالتك مش لا هي تكون من العائله. تكون من العائله نتاعنا. واللي هي عملت مقارن العجين هذا الكل. صحه. اي تحيه لها. الماكوله هذه اللي هي قد خميره نعملوها احنا في العيد الكبير. في العيد الكبير. نعمل بالحم العلوش. وهذا علاش فيها العلوش. ولا كوستيليات علوش. بنينه برشا وخفيفه برشا والصغار يموتوا عليها. اللي يعرفوها خاطر توا مالوريزمون بدات تتفقد شويه من الدنيا. يكتشفوها اليوم يكتشفوها ان شاء الله. وهذا نداء للناس اللي تجيب بنزرت زاده اللي خاصه في السياحه الداخليه اللي يجيو البنزرت يجموا يقتنيوا المشتريات هذم يزيدوا يعاونوا برشا باش الناس تولي تخدمها. الوغ بالنسبه للوصفه معناها انا اليوم بديت لكم بالتقليه لانه في العاده ما كريت في العاده نخدم برشا بدي مراجع فروع. اليوم بديت بالتقليه حسب معناها تعليمات معناها زميلي اكرم. دونك قلينا من الاول البصل وزدنا عليه الحم. الحم اللحم فوحناه بزيت زيتونه وملح وفلكه داكوغ. ثم تقريبا معناها هذوما تقريبا عندي 400 غرام أو رطل اللحم علوش. أنا اخترت باش يكونوا كعبتين معناها كتلات خشان باش يبدا اللحم باش يقعد لنا تري معناها من داخل ويعطي الجو نتاعو ويعطي الجو ويعطي المطعم. هو قد ما يبدا خشين اللحم قد ما يعطي مطعم أكثر. دونك لفاح ملح وفلكحة فقط. هاي تبارة على شاشة شيف بالضبط. زدنا عليه معناها كوسيلات العلوش. زدنا عليه بصل أخضر. بصل أخضر قسيناه معناها إيمانسي ماكم ريتو دور ملعقتين طماطم معجونة. شطر ملعقه هريسه هو باش نزيدها توا. راهو في بنزرت ما ياكلوش برشا الحار هذه خاصيه. صحيح. انا اكتشفتها في مدينه بنزرت هكا ولا انا نقول شوف في تونس انا لاحظت حاجه انه قد ما تهبط للشمال قد ما الحار يتيح قد ما تطلع او تهبط للجنوب فهمت قد ما الحار يكثر هكا هذه فهمت مع بيان سور عندنا محطه اللي هي في الحار معناها الشامبيون دو تونيزي اللي هي المهديه هكا ولا فوالا. دونك هذه التقليه توا قليناها خليه يتقلى مليح تقعد شويه هكا ولا وبعد نمرقوا بالماء. احنا قاعدين توا بطبيعه نشوفوا في العمليه الكل بطبيعه التقليه بتاعنا كما قلنا قد خميره لكن قبلها باش نمشيوا مع فاطمه فما ربط مباشر وبعدها باش نواصلوا معاكم الحديث. مرحبا منى. مرحبا بكم. نمشيوا لفاطمه. نرجع معاكم لهنا للبلاتو. كنا نتحدثوا على الضباب اللي خيم على منطقة صفاقس وقرقنا أيضا وحبينا نعرفوا أكثر تفاصيل على اللود اللي قعد في عرض البحر تقريبا 11 ساعة. كنا في ربط مع والي صفاقس وتوا ناخذوا معنا زميلنا زهير بن علي الموجود على عين المكان. ماذا بيك زهير تعطينا أكثر تفاصيل على اللي صار في اللود البارح. إذا كنت تسمع فيا لك الكلمة. صباح النور ليك ولكل مشاهدي التلفزة الوطنية. احنا في ميناء صفاقس وهذا هو لود تونس اللي عدى أكثر من 11 ساعة البارح في عرض البحر. عدى 11 ساعة في عرض البحر
تقريبا هي رحله نتاع خوف ورحله نتاع انتظار ورحله نتاع خوف من ما سيحدث، خاصه انه في اكثر من 200 مواطن. استضفنا معنا سي عبد المجيد خشارم الرئيس المدير العام لشركه الشركه الجديده للنقل بقرقنة للحديث عن التفاصيل، على اعتبار انه الرحله بدات الساعتين امس الساعتين بعد الظهر، ولم يعد هذا اللود الا تقريبا ماضي ساعه نتاع الصباح من قرقنة ودخل الميناء صفاقس. صباح النور، احكي لنا تفاصيل لو تسمح. صباح النور. بون، فيما يتعلق بالاضطراب اللي حدث امس على مستوى السفره اللي انطلقت من ميناء صفاقس في حدود الساعه الثانيه والنصف صباحا، الثانيه والنصف بعد الزوال، يعني من المفروض الرحله هذه توصل الميناء قرقنة في حدود ماضي ثلاثه ونص لاربع غير ربع. بقى بون، بناء على الظروف المناخيه الاستثنائيه اللي حصلت اثناء الرحله وفي المرحله الاخيره من الرحله، يعني اما عند انطلاق الرحله تبين لربان السفينة أنه بالإمكان الإبحار والوصول إلى ميناء قرنة في ظروف طيبة، لكن بعد تقريبا مرور ساعة من الملاحة وعلى مقربة من ميناء قرنة تقريبا على بعد ميلين وفي حدود تقريبا قناة الدخول بميناء سيدي يوسف قرنة، لاح ضباب كثيف جدا مما أجبر طاقم السفينة وربان السفينة على أخذ الاحتياطات والحذر، وبالتالي قرر معنا إيقاف السفينة على المستوى وذاك دونك وعدم المغامره بالدخول لصعوبه الدخول وصعوبه المناوره داخل الميناء، وتحسبا من كل مخاطر يعني وضمن سلامه المسافرين قرر المكوث الى حين تنقشع او تقل درجه كثافه الضباب وتتضح الرؤيه، لكي يواصل الرحله نتاعو اللي ما عادش فيها اكثر من تقريبا 10 دقائق للوصول الى ميناء سيدي يوسف. لكن في الانتظار يعني طال الانتظار ومرت الساعات يعني ولما يعني لم تتجلى الرؤية ولم تقشع ذباب ولم تتحسن رؤية الرؤية للربان، وبالتالي يعني بدأ يعني نوعا من القلق ومن الحيرة ينبعث داخل السفينة وعلى مستوى الطاقم وعلى مستوى المسؤولين بالجهة ككل. لذلك تم تكوين خلية أزمة تحت إشراف السيد الوالي وبحضور جميع السلطات المعنية، نخص بالذكر يعني الحرس والجيش الوطني والصحة حماية المدنية يعني المصالح المعنية في مثل هذه الأزمات. دونك وتجمعت إلى ساعات متأخرة وبنت عليها عديدة المقترحات اللي من خلالها نجموا نوصلوا إلى حل، أما الدخول إلى قرقنة أو الرجوع إلى ميناء صفاقس. دونك كان الاتجاه في النية هو الدخول الى قرقنة، هو العمليه تكون يعني اسرع وقضاء مصالح الناس اللي تعطلت وما تزيد تتعطل وترجع بها لصفاقس. لذلك يعني فما تدعيم السفينه بعدد اثنين خافرتين من الحرس ومن الجيش لارشاد السفينه ولاناره لها الطريق لكي تتمكن من الدخول، وقامت الخافرتين هذه بالمحاوله يعني وقام ربان السفينه العمل على إمكانية إيصالها إلى ميناء سيد يوسف، لكن كانت الأمور صعبة ودقيقة ولحدة الدقة يعني دونك بدون تحميل أي مخاطر لم يكن بوسع ربان السفينة تمكن من الدخول إلى ميناء صفاقس ميناء قرقنة. لذلك تم الإقرار بالرجوع إلى ميناء صفاقس باعتبار أن ميناء صفاقس يعني قناة الدخول أوسع وقناة الدخول يعني يشرف أسرع وأسلم ويشرف ميناء صفاقس يشرف على البحار على البحر بعمق أكثر من خصوصيات الموجودة في مدخل ميناء سيدي يوسف. لذلك تم يعني بنفس الطريقة تمت العودة مع عودة السفينة معنا يعني مصحوبة بالخافرتين، خافرة الحرس والخافرة الجيش البحري، يعني صحبوها حتى إلى كما اصطحابها إلى غاية ميناء صفاقس وحلت بالميناء تقريبا في حدود الماضي الواحدة والنصف صباحا. سعد نجيد سمحني، سؤالان. السؤال الأولاني هو علاش مثلا ما تبعتوش يسألوا المواطن خاصة على 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 وسائل التواصل الاجتماعي، علاش ما تبعتوش نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي؟ ثم الحاجة الثانية، كيفاش تعاملتوا مع العباد اللي قضات يعني تقريبا الفجر كامل هنا؟ يظهر لي تم إيوائهم.
بالنسبه للتعامل مع النشرات الجويه، يعني هذه امر اكيد كوننا نتعامل مع النشرات الجويه وكوننا ناخذوها بعين الاعتبار، لكن الخصوصيه نتاع النشاط الشركه يعني بين قرقنا وصفاقس كما قلتها في مرات ونعاود نقولها وناكد عليها، اللي هو الرحله بين قرقنا وصفاقس ما تدومش، تدوم بين 3 و4 ساعات. لذلك احنا نتعامل ياسر صحيح ناخذ بعين الاعتبار الظروف المناخيه والنشرات الجويه، لكن نتعامل مع الظرف الحيني، يعني تامين السفره تامين التواصل بين قرقنا وصفاقس يحتم علينا، يعني احنا ناخذ بعين الاعتبار المده الزمنيه اللي سيقضيها السفينه الى اندراء، فما الامكانيه الابحار والتواصل بين قرقنا وصفاقس بطريقه سليمه ام لا؟ اذا تبين انه فما الامكانيه ربما السفينه يقرر الخروج بالسفره. لذلك احنا برامجنا تكون تمتد تقريبا في الشتويه، تمتد عندنا في البرنامج اليومي 9 سفرات في الايام اللي يكثر فيها يعني تتغير فيها الظروف المناخيه وتطرأ بعض الظروف المناخيه الصعبه، ان نامنوا في بعض الايام نامنوا سفرتين 3، لكن ديما النيه نتاعنا وديما العمل نتاعنا يبني على كون نكونوا نامنوا التواصل بين صفاقس وقرقنا حتى ولو كان يكون بسفرة او 2. لذلك يعني ساعة خروج السفينة الساعة 2:30 بعد الزوال كانت ظروف تسمح لربان السفينة، وقرر ربان كونه ينجم يقوم بالملاحة، لكن الاستثنائية في هدية يعني المناخ الظروف المناخية يعني باعتبار الضباب ما هوش كيما الرياح ولا قوة رياح ولا اتجاه رياح، يعني تكون العملية واضحة جدا. كثافة الضباب كانت في صفاقس والناس كلها حدثها لكونها في فترات تكون كثيفة جدا وفي فترات تتجلى وفي فترات تعود. لذلك يعني البناء السفرة هذه كان خلال الفترة اللي لاحت لربان السفينة لكونه ينجم يقوم بها، لكن تغير الظروف ويعني خلاته من نجمش يواصل. باي سمعني اللود هذا لود تونس هو تو باش يخرج خرجته الاولى بعد رحلة الانتظار نتاع البارح، يظهر لي رجعتوا في توقيت العادي وتعاملتم مع خاصة مع تغير المناخ ومع المعطيات الطقس اليوم والبارح، يظهر لي راجعتوا في البرنامج هو بيدو. بالفعل يعني امتدادا على ما صار البارح، يعني احنا المفروض عندنا سفرة 4:30 تاع الصباح والستة وثمانية تاع الصباح تم تأجيلها باعتبار أن الضباب تواصل حتى لساعات متقدمة من صباح اليوم، يعني وما وتجلى الطقس يعني وبدأت الرؤية تتضح ابتداء تقريبا 8:30. وبناء على ذلك احنا عندنا حرفاء ينتظروا في التنقل نتاعهم من طرفنا. تمت انطلاق رحلة على الساعة 9 صباحا خارج البرنامج دونك لتأمين رحلة للمواطنين اللي هما في الانتظار. وتوا سي عبد المجيد لود تونس اللود نتاع الرحلة نتاع البارح هاو هذه سفرته الأولى بعد أن علق 11 ساعة تقريبا في البحر. وسي عبد المجيد خشارم أكد أنه التعامل مع الوضعية اللي صارت كان تعاملا في ما يسمى بخلية أزمة، أنا أحبذ أن يسمى خلية متابعة وتدخل، لأنه صعب جدا أنه 200 شخص وما وراءها من عائلات تبدأ في عرض البحر، ولكن معنا تدخل من الجيش البحر والحرس البحري وأيضا مختلف السلطات في صفاقس لتأمين عودة هؤلاء المواطنين لميناء صفاقس ثم إيوائهم بالتعامل مع بقية الأطراف منها مندوبية السياحة بصفاقس وإيوائهم لهنا في بعض النزل. العملية معناها مرت بسلامة الحمد لله للجميع. هذا تقريبا ما تفاصيل ما حدث البارح مع لود تونس اللي حاليا توا الاتجاه الى قرقنا، وهذا كل ما في القضيه. شكرا لك زميل زهير بن علي، اعطيتنا اكثر تفاصيل على ما وقع في صفاقس البارح وخاصه حديثه عوده اللود بعد بقاو 11 ساعه عرض البحر. الحمد لله على اللطف، هذاك شنو نجموا نقولوا؟ الحمد لله باخف الاضرار، ما ثماش اضرار بشريه، هذا هو المفيد. احنا باش نواصلوا معكم مختلف فقراتنا، مازلنا باش نرجعوا لدبارتنا ومازلنا باش نتحدثوا زاده تغذيه وبرشا فقرات تنتظر فيكم، لكن باش نرجعوا زاده على حديث اللي وقعت في عمدون. مشينا لأحد منازل الضحايا اللي توفى للأسف إثر الحادثة، وهذا كان التقرير التالي.
الشمعة التي تضيء ظلمة منازلهن التي كانت بالأمس القريب مفعمة بالحياة رغم فقر أهلها. إيمان سوسن اللتان وافتهما ألمانية، ونجمة التي تصارع الموت. شقيقات بكت جدران منزلهن الذي شيد بعرق جبينهن، فهن من تركن مقاعد الدراسة وتحولن إلى مكان بعيد عن منطقتهن للعمل وكسب قوت عائلتهن. عملن كثيرا حد الإرهاق، وعندما فكرت الشقيقات في الهروب للحظة من الزمن للتمتع بالحياة عصفت بهن رياح الموت. بطلت سوسن لولا مشت تخدم في الديار، يا أخواتي تقرف خياتها قرف البنات، وصلوا للكوليج شافوها عيت، شافوها تعبت، بطلت نجمة ضحكت عليها. يخدموا في الديار، يخدموا بس ولاية، تقول يا ماما ابني لينا، يا ماما بابا مريض، يا ماما بابا مكسور، يا أخواتي يخدم فرديد، يا أخواتي زاد بطلت الأخرى، يا ماما زاد لحكت عليها، شافه معيوم، قالت حتى أنا نلحق، يخدموا مع بعضهم، يخدموا بمئة وخمسين، يبعثوا لي كل شهر 300، يا أخواتي الحنانة، نخلص المية، نخلص الضوء، نخدم في السويني، نحيط بالكرية، كسكس بالكرية، نسجت بالكرية، خدمت في الحفر، يا ماما جمعت الزيتون، يا ماما اختيت ما خدمت، يا ماما الحنان شربت شلاتيت، يا ماما الحنان عاون في بنياتي، يا ماما الحنان فين كبروا ليا ماتوا ليا، يا ماما الحنان امس بعثوا ليا 300، يا حلالي شريت لهم باش كفن، يا ماما امس عرضوا للواج بعثوا لي 300، يا ماما ماشيين للرحله قلت لهم ما تمشوش، يا حلالي سكروا علي التليفونات يا رامي مشوا، يا حلالي طيبت الكسره، يا حلالي قعدت بصيامها، يا حلالي جاني الاخبار على الفيسبوك، يا حلالي نامي مش تموت، يا حلالي مشينا نجيرو، مشيت الجندوب بالباجه راني ما لقيتش، يا حلالي هبطت لتونس، يا حلالي جحدوا علي وبنياتي موتها، اعطوني اثنين يا وقعدت وحده، اعطوني اثنين يا وقعدت وحده، يا ماني وخايتك وين ماشي نولي، ها راه معموني، ها راه مكسروني، ها يجروا علي، ها يبثوا علي، هاي قرفوا خيانهم، هاي عطر بايب في المصروف، يا علي لوحدي وين ماشي نولي تاو، وين ماشي نشب تاو، وين ماشي نولي تاو، يا باتوا في الجبانة، يا باتوا في الجبانة، يا علي لوحدي يا ربي حني. نداء لوزيرة المرأة، هذه بالله المرأة الريفية اللي تعمل لنا عليها في الندوات وال 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 الندوات والجلسات في في في, في نزل سانك إتوال، هذه المرأة الريفية وين قالت؟ وهذه الطفولة هما البنات خرجوا في سن معناها سن مبكرة، معناها خدموا وقت اللي خرجت سوسن تخدم على أخواتها في سن معناها سن مبكرة، مازالت مينور تخدم على أخواتها، تخدم تحت 17 سنة. عندنا فوسفات، عنا 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 الفلاحة، عنا كل شيء، خدمونا مشونا المشاريع تو تخدم بناتنا لهنا اللي وصلوا له البنات تو، واللي كان جت معناها الموارد الموجودة عنا بيقع استغلالها ما يموتوش البنات الموتى هذه. هن أصيلات معتمدية جدليان من ولاية القصرين، توجهنا منذ سنوات إلى العاصمة للعمل، شأنهن في ذلك شأن الشقيقتين لبنى وعليا ابنة خالتهن، فقد كانت رفيقاتهن في المسكنية وفي الرحلة. توفيت أيضا لبنى وأودعت عليا العناية المركزة بمستشفى شرنيكول. بطبيعة كيف ما تعرفوا أني جدليان أو العائلات اللي تعيش حالات اجتماعية تحت الصفر أجبرتها الحالات الاجتماعية أني تبعث أبنائها سواء البنات والأولاد باش يخدموا ويلوجوا بين الأزقة متاع الولايات الكبرى عن مواطن شغل باش ينجموا يعيلوا عائلاتهم. اليوم جدليان قدمت بناتها ضحية لقمة العيش، رغم أن جدليان عندها ثروات طبيعية تخول لها أن شبابها يخدم فيها وشبابها ينميها. عندنا فوسفات جدليان اللي قادر يشغل يد عاملة برشا، عندنا كاريريت نتاع الرخام متواجدة في جدليان، عندنا زوز معامل ديجا حاضرين
وما همش يخدموا، نطلبوا من السلطات المعنية أنهم يعملوا لفتة اجتماعية لمنطقة جدليان، يشوفوا الشباب متاع جدليان بناتها وولادها كيفاش هذا يعاني ومن البطالة، كيفاش أجبرتهم الظروف أنهم يخرجوا من القراية صغار في سن مبكر عمارة 13 و14 سنة، تولبنا بطلت من القراية ثامنة أساسي، باش يمشوا يخدموا على عائلاتهم، باش يعاونوهم، باش يهزوا معاهم بلغتنا وذن القفة، وخيرة شبابنا ضحوا وماتوا من أجل لقمة العيش، والله يرحمهم الناس الكل. مواصلين استضافتنا وفقرات برنامجكم في صباحكم تونسي اذا لليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019، وتو باش نمشيو الى جزيره الاحلام جربه مباشره. معنا زميلنا خميس ببطان باش نحكيو على المؤتمر العربي للشباب سفراء السلامه المروريه. صباح النور خميس. صباح النور، تحية ليك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح. كما ذكرت اليوم الحدث في جزيرة جربة، المؤتمر العربي للشباب سفراء السلامة على الطرقات، مؤتمر مهم يبحث في مجموعة من الآليات سيختتم ويتوج خاصة بميثاق الشباب حول السلامة على الطرقات بالوطن العربي. أكثر من 16 دولة عربية تشارك في هذا المؤتمر من كل أرجاء الوطن العربي، والإمضاء لتونس، تونس عاصمة الشباب العربي، ولكن كذلك ولاية مدنين هذه السنة ولاية عاصمة السلامة المرورية. نتحدث اليوم عن هذا المؤتمر عن الشباب، وسيكون معنا أحد الشبان هو ضيوفنا الأول في هذا التدخل المباشر الأول من جزيرة جربة. معنا أخونا وصديقنا السيد حسام بن حميدة رئيس المنتدى التونسي للسائقين الشبان. اليوم نحكي على مؤتمر مهم، مؤتمر يأتي في وقته، يأتي بعد الفاجعة، بعد الألم، بعد الحزن الكبير اللي عشناه كتوانسة على الشباب اللي فقدناهم في حادثة منطقة عمدون. صحيح، ينطلق إن شاء الله بعد قليل المؤتمر العربي الشباب سفراء السلام على الطرقات بمشاركة حوالي 80 شاب من كل أنحاء الوطن العربي. إن شاء الله باش نبحث مع بعضنا الميثاق العربي، باش نضعوا معناه الميثاق العربي للشباب سفراء السلام على الطرقات، نحاول نبادلوا التجارب متاعنا في مجال السلامة المرورية، بحكم أن تونس تو تحتل المرتبة الأولى في عدد حوادث الطرقات والقتلى، وعندنا أكثر من 50% من القتلى لسنة 2018 اللي هم من الشباب. نحب نضع حد للفواجع هذه، بقدرة ربي بتكاتف الجهود بين الدولة والمجتمع المدني، إن شاء الله نحاول أن ننشر ثقافة السلامة المرورية في الوسط المدرسي والجامعي، بتركيز عدد بناء نوادي السلامة المرورية بكل أنحاء الجمهورية إن شاء الله. مع الأسف الشديد حسام، هو الشباب هو الضحية في برشا مرات، ولكن زاد الشباب يساهم في كثير من المرات في الحوادث هذه المرورية. هذاك علاش أنتم كشباب مسؤوليتكم جسيمة وكبيرة في الحد من هالفواجع اللي نعيشوا فيها في كل مرة في بلادنا. صحيح صحيح صحيح، نحاول إن شاء الله نبثوا كما قلت لك الروح المبادرة في الشباب، يكون شبابنا هو سفير للسلامة المرورية على الطرقات متاعنا. إن شاء الله إن شاء الله الفواجع هذه نضعوا لها حل ونشوفوا لها حل، باش معاش معناها تونس تعيش. حسام، أنتم كشباب وعلاش اخترنا تكون معنا أنت كشاب اليوم كرئيس منتدى السائقين ولا سواق الشباب التوانسة؟ اليوم الآليات تغيرت، الآليات التوعية والتحسيس للشباب باش يحد من ظاهرة الحوادث الطرقات. صحيح التوزيع المطويات وغيرها مهم برشا، ولكن تو برشا إمكانيات أخرى خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دوركم أنتم كشباب. صحيح صحيح، نحاولوا أن على السوشيال ميديا نحاول أن يكون عندنا بعض الفيديوهات ولا
ولا الباج على الفيسبوك أن نبثوا فيهم الثقافة هذه، ثقافة السلام المرورية. نكونوا موجودين زادة في الجامعات من عن طريق الحملات التحسيسية والنوادي للسلام المرورية. كيفاش نجموا تكونوا انتم سفراء للسلام؟ بالبث ان شاء الله، ببعث الروح للسلام المروري، بعث المبادره من الشباب معناها. يعطيك الصحه، شكرا لك حسام بن حميد رئيس المنتدى التونسي للسائقين الشبان. في الحقيقه كما ذكرنا المؤتمر هذايا العربي للشباب سفراء السلام على الطرقات اللي تنظم وزاره الشباب التونسيه بالتعاون مع الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات وعديد الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي، خاصه وزاره الداخليه ولايه مدنين وكذلك مندوبيه الشباب والرياضه بولايه مدنين وعديد الاطراف. كما ذكرنا اكثر من 16 دوله خبراء مختصين في المجال هذا، ولكن شباب من المشاركين معنا صديقتنا السيدة بيداء عصام عبد الرحمن من العراق الشقيق. اليوم تحضرون لهذا المؤتمر أكيد بتجربتكم، وستستفيدون من هذه التجارب التي ستتم في هذا المؤتمر. مرحبا، بالبداية أحب أشكر الجانب التونسي على استضافة هذا الحدث الرائع. كون الشباب هم الشريحة المهمة في المجتمع فهم قادة المستقبل، وكوني أحد موظفي وزارة الشباب والرياضة في العراق ومن وضعي خطط الشباب والرياضة، نحب أن أستغل هذه الفرصة والاستفادة من هذا المؤتمر في الاستفادة منه في وضع هذه المادة ضمن خططنا وبرامجنا للسنة ومبادراتنا للسنة القادمة، حيث أن قدمت منظمة الصحة العالمية إحصائيات عن عدد القتلى في العراق من جراء حوادث الطرق والسير، البالغ عددهم 7686 قتيل، وهذا عدد نعم في السنة، فهذا عدد مأساوي وكبير. ونود كوزارة شباب وكجهة قطاعية تعنى بهذه الشريحة المهمة أن تبذل جهود قصارى جهودها نحو المجتمع بحملات التوعية وعقد الندوات والمؤتمرات اللي تتعلق بالسلامة المرورية، وكذلك نشر الثقافة واللصاقات والبوسترات في المدارس، وأيضا نشر هذه الثقافة بشكل أوسع خلال السنوات القادمة حفاظا على هذه الأجيال. سيدة بيداء، أنت بالإضافة إلى ما كنت تذكرين على مستوى الآليات لتحفيز الشباب حتى يكون سفراء سلام على الطرقات، فيه الآن تجديد، فيه تكنولوجيات المعلومات حتى تكون هذه الرسالة تصل إلى أكثر عدد ممكن من الشباب ونحمي هؤلاء الشباب من المخاطر. بإمكان الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي بالإعلان عن هذه الحملات التوعوية للحفاظ على سلامة الشباب، فهم جيل المستقبل. شكرا جزيلا لك السيدة بيداء عصام عبد الرحمن من العراق الشقيق. هذه مداخلة أولى حول هذا المؤتمر العربي الذي انطلق منذ دقائق فقط هنا في جزيرة جربة، يتواصل على مدى 3 أيام، مؤتمر مهم جدا يبحث في هذه الآفة التي تنخر طرقاتنا، الحوادث التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى القتلى والجرح. شكرا لك زميلنا خميس بوبتان مباشرة من جربة، وأكيد باش نرجع لك بعد حين. احنا مواصلين مع فقرات برنامجنا، باش نرجعوا في طلة للشيف توا يظهر لي شيف، باش نمشيو للمقرونة اللي بالسردوك العربي، المقرونة الديري نتاع بنزرت. بالضبط، احنا توا في الأوقات الحاسمة، وين الحق معناها انا توا نوري السادة المشاهدين. اي بالضبط، انا توا معناها بالحق باش نصغار برشا وباش نخلي معناها أكرم باش يقول لي كيفاش الوالده نتاعو تحضر مقرونه الدار البنزرتيه اللي بالنقبه. اي ساكر فوالا دونك نقليو طرف زيت طرف زيت سي طرف زيت طرف ثوم طرف ثوم باه باش نقليه برا خاطر فوالا سخنا ديجا الزيت بتاعنا سخنا الزيت باه نحطو ثوم حطينا ثوم اي سيدي سي بون نجم نرجعو توا اي فوالا هي خاطر الصندوق العربي مو تعرف هو مبرك هذا صندوق عربي طري شويه وصغير شويه خدمه مي جينيرالمون ياخذ اكثر وقت دونك نقليو الثوم دونك قلينا الثوم هاكا الثوم رديت بالي باش ما نحرقش بور نو با لو كولوري وما نخليش الزيت يدخل هكا ولا هذوما ساعه دو كونديسيون الاولانيين باهي الطماطم ومن بعد تو تشيت الصندوق اي سيدي سهله ياسر هذه الطماطم سي لا باز نتاع كل باش نتبعك بالضبط معناها هذه طماطم قداش تقريبا اكرم حطينا زوز مغارف زوز مغارف كبار زوز مغارف كبار طماطم معجونه هكا ولا حليناها في طرف ماء شويه بالكل
حلينها في طرف ماء بالطبيعه باش ما تحرقش باش ما تكحالش فهمت خاصه ما تشدش هذه لاسيس دو شيف ابسوليومون ابسوليومون هذه هي فوالا تو ديجا هاكا شفتوا اللي معناها باش تتقلى باش تمشي تتقلى في عقلها تو دونك هذه المرحله الاولى نقليو شويه طماطم ومن بعد باش نحطوا السردوك باب باش نحطوا السردوك لو كان تحكي لنا على السردوك هذا منين هذا ترى والله سردوك بنزرتي هذا هذا بنزر هذا بنزرتي هذا سردوك بنزرتي نتاعنا من عند فلاح كل شيء اللي معمول اليوم لهنا هو كله معمول باليد هو اكرم اكرم بيو. اي اكرم تبارك الله عليه معناها جاب معاه كل شيء جاب معاه كل شيء والله حتى من لهنا الخرشف 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 جاب الخرشف ديجا فهمت الفلفل كيف كيف معناها كل شيء المقرونه نتاع الحمص الحق انا نفخته البارح في الدار الحمص ما كنت طبعا المقرونه نتاع دار زيد لازمك نعرفوا اللي هي سمي دو مي اللي هي كيما قد الخميره اكرم تفضل وريها وريها دونك تتعجن واحكي عليها ومن بعد ما تعجن ناخذ هيك السمار وتتفتل بالسمار على هيك هيك بالنقبه كي نراوها تبدا فيها نقبه فهمت وتشيح 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 على الشمس على الشمس على الشمس هذه مثلا المقرونه عملوها نتاع نهارتها مثلا نقولوا نتاع جمعتها والا تنجم تصبر لا تنجم تصبر به المقرونه مهم. تصبر والحقيقه من الحاجات اللي قعدت في بنزرت موجوده هي المقرونه نتاع الدار مقرونه دار موجوده موجوده واحنا العائلات بنزرتيا من لي روسيت اللي انا مثلا الحقيقه تربيت عليها واليوم الناس هذه كل مره مرتين في الجمعه لازم منها مقرونه نتاع الدار وفما برشا نساء الحقيقة تخدم فيهم وهذا تشجيع لهم هما اللي باش نوليو اليوم زاد هنساء اللي تخدم على رواحها في الديار يلقاو نهار أحد احنا ديما ان شاء الله العباد اللي تجي تزورنا في بنزرت نهار أحد وبرشا يجيو يتسوقوا في بنزرت ما فيها باس ما فيها باس يلقاوها موجودة ويطيبوها بون احنا السردوك العربي نعرفوا فيل لكن حتى بالدجاج الطيب راهو كيف كيف اكرم شوف دونك توا سي بون نحطوا السردوك هكا ولا السردوك نتاعنا نحطوا السردوك عندنا لي بيس لي بيس نوبل هذوما لي بيس نوبل فوالا الفخض الزدر ايوا فوالا انا جبت السردوك كامل هو كامل لا يفو ميو يكون كامل باش يسيب قد ما يسيب مطعم قد ما معناها قد ما خير بالطبيعه وتشوفوا اللي هو مبشمط وامور الكل واضحه هذا القفص والعنكوش ماهوش مشكل نحطهم شويه على جنب هذا الفخذ كيما تشوفوا سردوك كامل هذا فريمون كامل حتى كبتو اما ظهر فيه سبورتيف هذا لا لا صغير لا لا بالحق سيليكسيوني صغير 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 به اكرم حبيتك تحكي لي على الليبات الكل توا تحدثنا على قد خميره اللي هي لهنا باش نطيبوها لهنا تحدثنا على مقرونه الدار ثم على الرشطه النجاره الرشطه في بالي ثم زاد مقرونه اخرى اسمها غريتليه فوالا فما الغريتليه ومقرونه اخرى اسمها تليتلو تليتلو عندنا برشا انواع في بنزرت كما المحمص هذا موجوده واليوم الحاجات اللي من الغرائب اللي كي تمشي بالمدن الايطاليه مثلا تلقى حاجات اللي موجودين في بنزرت موجودين في ايطاليا في سردينيا خاصه سردينيا. انا مشيت من سنوات لسردينيا قعدت بيت اللي نلقى حاجات المحمص بتاعته الفريغولا يسميوها فريغولا فريغولا صحيح ودونك موجوده فما تلاحم كبير صار في الحضارات ونعرفوا مدينه بنزرت جات في الوقع الاستراتيجي نتاعها دونك مالطيه طليان فرنسيس عرب اندلس دونك صار فما برشا تلاقح من الحضارات في مدينه بنزرت ومثلا اليوم عندنا البارتيكولاريتي من الخاصيه نتاع بنزرت هي اليوم باش نعملوا بها بعض ان شاء الله رفيسه الرشطه نجاره اللي هي زادة كي تتعمل الفرق ما بين الاخرين هي سميد وفيرينا شطر بشطر شطر بشطر وفهمتوا طرف ماء وزادت تتعجن وكيما راوها تبدا هكا نجاره ولي وحاجه زادة حلوه ويحبوها برشا صغار شيف اكرم شريف توا احنا قلينا كيما قلنا الطماطم حطينا الدجاج بتاعنا السردوك العربي بتاعنا باش نفوحوا توا هو راهو سامبل ياسر ملح وفلفل اكحل اكاهو باهي وكي نذكروا اللي ماهمش بياكلوش حار برشا فوالا ما ناكلوش حار برشا دونك زاد كان زاد طرف هريسه ما نعرفش زادها شيف ولا لا مازال مازال عطونا زيد طرف هريسه نحب نشوف كيفاش باش نطيب فوالا زيد طرف هريسه ومن بعد نزيد الهريسه كما قلت لكم انا معناها عديت مده في بنزرت ومناسبة شهر رمضان قمت بشو كوكينج معناها على الطبخ في تونس كامله ثم الطبخ العالمي ايضا فاللي لاحظته انه البنزرتيه ما يفوقوش برشا وما ياكلوش حار
وحتى من الملح زاد اقل ملح من البالي معناها ان شاء الله في برنامجنا باش باش نكتشفوا برشا خصوصيات العديد المدن والعديد الجهات في تونس اللي تبارك الله غنيه بالاطباق وغنيه بحضارات وتلف حضارات تراث ابسوليمون وثما سامحني معناها التنوع كبير ايه. عرفت معناها ديفيرسيتي معناها ما بين ما بين الشمال ما بين الجنوب ما بين الغرب ما بين الشرق ما بين الساحل الحق معناها وذاك راهو ثراء ثقافي يعطيك الصحة شيف. إذا أنت والشيف أكرم الشريف خليكم بالطبيعة تكملوا تحذرونا مقرونة الدار اليوم اللي كما قلنا جينا من بزا بالسردوك العربي جينا من ولاية بنزرت. احنا توا مواصلين مع بقية فقرات برنامجنا باش نمشيو الفقرة مش بعيدة برشا على المطبخ هي فقرة التغذية في فقرة صحتك بين يديك. في فقرة صحتك بين يديك وسعيدة جدا باستقبال مريم توكابري أخصائية في التغذية. اليوم باش نحكيه معها على الحمية، أنواع الحمية لي ريجيم. الحقيقة ولينا نسمعوا في الريجيم هذا يصلح هذا ما يصلحش، شنو هو اللي يخليني نقص الوزن متاعي، هذا كل باش نشوفوه مع مريم. صباح النور مريم. صباح الفل والياسمين. الحقيقة اليوم باش نقدموا مقدمة عامة على الحمية بصفة عامة، وخاطر وليت كأنها شوية توندونس معناتها في لي ريجيم. مرة يقول لك الريجيم هذا الفلاني يخليك في جمعة طيح 4 كيلو، فما الآخر يقول لك لا هذاك يرجعك في ساعة تاكل أكثر. حسيلو معناتها ولينا دخلنا شوية في دوامة بالنسبة للناس اللي تحب تضعف روحها. هو صحيح، انا بدي حتى اللي يجيوني برشا ديما يسالوني سمعنا بالريجيم الفلاني نحبوا نعملوه ونحبوا نطيحوا في ساعه في الميزان، وكانها ولات اون مود معناتها يطلع ان ريجيم الناس الكل يتبعوه ومن بعد يلقاو لي زانكونفينيون نتاعو اونتخ تون يطلع ريجيم اخر. هوني نحب نقول حاجه اللي راهو اهم حاجه في الريجيم انه تعطي لبدنك كل ما لازمه باش نقعدوا ديما في صحه باهيه، على خاطر لهنا كي نحكيو ريجيم تنقيس في الميزان راهو ماناش نحكيو كوتي استيتيك كهو معناتها باش نضعفوا باش نتبعوا ان موديل معين، ولكن نحكيو باش نجموا نغذيو رواحنا كوريكتومون معناتها كيف ما يلزم وتعطي لبدنك كل ما لازمه من فيتامينات املاح معدنيه بروتيدات وغيره. نعم كما قلت مهم برشا، حتى ناخذ فكره على الريجيم الاكثر منصوح بهم الاكثر رواجا واللي اللي تراوهم حسب التجربه وحسب الابحاث العلميه، لانه فما ولات ابحاث بطبيعه ترافق الريجيمات هذوما الاصلح والاحسن. باهي هو احسن ريجيم لهنا باش نحكيو عليه اللي هو لو ريجيم ايبوكالوريك، باش نفسر معناتها انه نشوفوا الجسم نتاعنا قداش يستحق، كل انسان قداش يستحق الجسم نتاعو من سعره حراريه، نقولوا الجسم العادي يستحق 2000 حراره، احنا باش نعطيو ان ريجيم فيه 1500 حراره. دونك لهنا التنقيسه نتاع ال 500 هذيك البدن باش يدخل ياخذها من الغريس. ال 1500 اللي باش نعطيهم الجسم نتاعنا يوميا يكون فيهم كل شيء حسب هرم غذائي، اون بيراميد اليمونتيغ، معناتها فيها العجين والخبز اللي باش الناس ينحيوهم، فيها البروتيدات، فيها الخضره والغله، حاجه حلوه صغيره حسب بطبيعه كل بدن وقداش يستحق، هوني راهو نضعفوا بالكدا. اذا كان ما نزيدوش على الريجيم هذاك حتى اون جينيرال باش الناس كي تعطيهم ريجيم يكون اكيليبري منظم فيه كل شيء ديما باش يعطي لروحه شويه كل سامحوني في كلمه كتب البيزه الصغيره كتب البيزه هذاك. دونك هذيك اللي تنجم من بعد راهي تفرعس الميتابوليزم الكل، وهذيك اللي تنجم تخلي الميزان ما يتيحش. هذا من احسن لي ريجيم انه ما نحرموش البدن نتاعنا، باش كيما قلت انت منى من الاول كي نرجعوا ناكلوا عادي ما نرجعوش نزيدوا في الميزان، خاطر المشكل يقعد ديما نتاع لي ريجيم اللي هما مثلا كيما لو ريجيم ايبر بروتيني والا الكيتو دايت ان شاء الله نحكيوا عليهم كل ريجيم ناخذوه معناها بالواحد بالواحد نفسروه، راهو المشكل انه نطيحوا في ساعه في الميزان، نلاحظوا تنقيس كبير في الميزان، ولكن انما نرجعوا ناكلوا عادي مثلا كيما توا كي نحكيوا على المقرونه البنزرتيه والا نحكيوا على كسكسي نتاعنا ولا نحكيوا على الملوخيه ولا الخبز نتاعنا، راهو الميزان مش يعاود يرجع. معناتها احنا كبلادنا الفلاحه نتاعها متركزه على الحبوب ومتركزه على العجين وعلى الخبز والعادات والتقاليد نتاعنا بالطبيعه. المطبخ التونسي نتاعنا معناتها غني برشا بالحاجات. ونجموا مريم ناخذوا معناتها كميه صغيره مثلا في عوض مستنسى شقاله ولا صحن معبي، نجموا ناخذوا معناتها بالحساب يمكن 6 مغارف 8 مغارف اكثرش بالضبط. اي معناتها يلزم نقصوا في الكميه نتاع العجين، نجموا نزيدوا في كميه نتاع خضره وغله، نزيدوا في كميه نتاع بروتيدات مثلا دجاج عظم، نجموا نعملوا ديزوملات
جبن ابيض، نزيدوا في الكميات نتاع الحاجات هذيك، فيكيا شويه مثلا زوزه، جلجلان، كاكاويه اذا كان دخلهم في العادات نتاعنا اللي هما يشبعونا. دونك احساس الشبع مهم برشا انه نحسوه في وقت الريجيم، خاطر المشكل الكبير اللي يصير وقت اللي نعملوا ريجيمات ونحسوا بالجوع. الحاجه الثانيه انه نكونوا نخذيو في رواحنا ديما، هذين نحب ناكد عليها انه في ريجيم. ساعات خاطر يسالوني حتى مثلا تبدا مازال كي ولدت تقول لي نجم نعمل ريجيم وانا نرضع. بالعكس يلزمك غادي تعمل ان ريجيم. المفهوم تاع ريجيم انك تاكل صحي وتغذي بدنك وتضعف او ميم طون تنحي الكتله نتاع الشحم اللي تكون زايده. في هالي كوب فان كنجمو نقولوا شنو نجمو ننصحوا، شنو هي الحاجه اللي نجمو ناكلوها مثلا توا نعرفوا فما السفناريه، فما الخضر البسباس، فما الخيار، معناتها فما برشا حاجات موجوده معناتها كخضر. يمكن هنا معناتها الجزر السفناريه نفتح قوس راهو كي يبدا طيب راهو في برشا سكر. العباد ذولي ما تعرفوش بكدا. اي هو صحيح، مثلا كي نحكيو على السفناريه نحكيو على البيتراف نحكيو على الجلبانه، هما فيهم معناتها يطلع السكر نتاعهم، مؤشر السكر نتاعهم يطلع في وقت اللي تيبو. دونك لهنا نخيل انه ناكلوا السفناريه مثلا تكون نيه، الالياف نتاعها يكونوا انتا معناتها ما تمسوش. لهنا لي كوب فان ناتوريل اللي نستعملوهم برشا الخضره اللي هي كيما البسباس في وقتها توا، السفناريه باهيه برشا، وديما نزيدوا معاها كاس ماء على خاطر الالياف اللي موجودين فيها او كونتاكت دو لو مع الماء يعملوا كومان جيل في وسط المعده. دونك يحسوا برشا بشبع. اللوز زاد باهي برشا كيف كيف مع كاس ماء والا مع تاي اخضر. اللوز تقريبا قداش في النهار مسموح لنا باش ناكلو؟ هو في النهار بالنسبه للانسان العادي اللي ما عندوش زياده في الميزان نجمو نقولوا في ال 50 غرام. ديما نقصوا شويه اذا كان عندنا زياده. حفنا 30 غرام معناتها نتاع 10 12 كعبه ماكسيموم، نجمو نهبطوا حتى ل 7 8 لهنا معناتها تكون احسن برشا بطبيعه من اللي باش ناكلوا حاجه حلوه والا كيك ولا بسكوي والا كلي كريم ديسير ولا حاجه تكون حلوه اللي هي السكر فيسع يطلع في الدم وفيسع هذاك يمشي للتغذيه. وكي باش ناخذوا سكر نجمو ناخذوه الصباح مثلا مثال باش خاطر يحرق البدن والا مغلوط المفهوم هذا. هو جوستومون لهنا من احسن لي ريجيم اللي قلنا عليهم هو اللي نتبعوا لك كرونو نوتريسيون، معناتها شنو البدن نتاعنا يستحق حسب الهرمونات نتاعو في انا وقت. الحاجه الحلوه لهنا اكدت الدراسات انه البدن نتاعنا يستحق لها العشيه مش الصباح. الصباح من المستحسن انه ناخذوا حاجه تكون فيها دهنيات، زيت زيتونه، جبن، نجمو نعملوا عظم، تكون فيها بروتيدات زاد كيف كيف، وهذايا يخلينا نشبعوا بالكدا معناتها من 7 6 نتاع الصباح حتى كشي نص نهار ما نحسوش بالجوع بالكل. الحاجه الحلوه ناخذوها العشيه نجم تكون بسكوي، طابع شوكولاته، حاجه معناتها هكا حتى مع قهوه ولا مع تي ما يكونش فيه سكر بطبيعه. دونك لهنا خاطر البدن العشيه يكون اون هيبوغليسيمي بعد نهار كامل نتاع قرايه ولا نتاع خدمه، كي باش ناخذوا حاجه حلوه وقتها نكونوا عطينا البدن نتاعنا شنو هو حاجته في الوقت اللي هو حاجته به. ابرز نصيحه نجم تقدمها مريم للناس اللي تحب تبدا في الحميه، شنو هي يمكن الحاجه الاولانيه اللي نجموا يعملوها؟ نحب نقول اللي راهو ديما لو سيغ بوا اللي ريفيرسيبل ما نخافوش منه، نعطيو ثقه في رواحنا. كي باش نبداو نجم نبدا من الفطور نتاع نص نهار ولا من العشاء نتاع الليل، مش لازم نستناو راس الشهر ولا نستناو نهار الاثنين ولا نقعدوا كلنا نوخروا في الدات. بطبيعه اول ما نبداو بالنسبه لي سيغ بوا الكبير نقول ديما راهو نبداو بان ريجيم، ما نكثروش على رواحنا السبور ولا الحرابش اللي هي تقطع الشهيه، خاطر وقتها باش تولي فرستراسيون وديما لا فرستراسيون باش تعاود ترجعنا في الكاس ديبار ونعاودوا نرجعوا في الزياده والمشكل ما يتحلش. دونك ريجيم يكون ادابتي بشويه بشويه مع البدن نتاعنا، راهو الكيلوات اللي تزادت في اشهر وفي اعوام ماهيش باش تطيح في جمعه والا في اثنين. باهي ابرز يمكن حاجه نجموا نحيوها، اهم حاجه في الريجيمات الكل يتوافقوا عليها معناتها اخصائي التغذيه، شنو هي الحاجات اللي لازمنا نحيهم مثلا؟ خبز، سكر، شنو؟ السكر الابيض على خاطر كان تقعد حتى من عش انا وقت طويل ما تاكلش السكر الابيض بالكل، البدن مش يصير له حتى نقص في حتى شيء، دونك السكر الابيض هنا يتنحى. واللي عنده ابيل تاع السكر شنو يعمل؟ فما عباد تقول لك نقصتني نحس السكر طايح. اي هذيك هو جسمه هو تلقاه انا ساعات نسال نقول له في رمضان تصوم؟ يقول لي اي، نقول له تصوم نهار كامل ما تتقلقش؟ يقول لي ما نتقلقش، يجي في ريجيمي ولي جوع ولي يحس السكر طايح. دونك لهنا راهو بالنسبه للانسان العادي السكر ما يتيحش خاطر البدن وحده باش يوفر السكر نتاعو، السكر الابيض يتنحى، اما باش نخليه الخبز باش نخليه العجين باش نخليه العدس مثلا اللوبيا الحمص اللي هما يعطيو سكريات اللي تكون تعطي السكر بشويه بشويه للجسم نتاعنا. دونك السكر الابيض هو اللي باش يتنحى، وبطبيعه هوني نحكي زاده على المقلي على الزيوت خاطر هذيك حاجه ما تنجم كان تضر وتعطل الهضم نتاعنا، ديما نحسنوا في الزيوت نتاعنا معناتها تكون حاجه طايبه كيما طيبنا التونسي العادي. نعم شكرا لك مريم تكبير، يعطيك الصحه اخصائيه في التغذيه على هالمعلومات القيمه اللي قدمتنا، وان شاء الله تكون حاضره معنا مره اخرى في برنامجنا. احنا تو باش نمشيو ونحكيو على الامتحانات، برشا عائلات عايشه على وقع الامتحانات، باش نشوفوا التقرير المصور هذا اللي حضرته لنا زميلتنا انيسه حجري، ثم باش تكون حاضره مع فاطمه مدام انصاف فتح الله باش يحكيو على هالفتره المهمه برشا.